حضرت. ليه اتجوزت مصري؟ حبيته كفاية ولا فضفض يعني كان بيور كوينسيدنس. ما كنتش حاطة في دماغي أصلا إن أنا في مصر يبقى ليا حياة عاطفية أساسا. يعني كان بالنسبة لي أنا في مصر شغل وبنت لبنانية خايفة طول الوقت على سمعتي، مش عايزة أي حد يقول والله بتروح هنا ولا بتيجي هنا ولا بتتغدى هنا وبتتعشى هنا. كنت طول الوقت في البيت ومن البيت للوكيشن شغل وراجع على البيت وماما معايا أو أختي معايا. بس لما إيهاب طلب إن أنا أبقى معاه في الفيلم قعدنا مع بعض وأنا في دماغي أنا قاعدة في مكتب راجل متجوز لأن في صور أولاد صغيرين، ولا يعني ولا في ثانية حطيت في دماغي إن الراجل ده أصلاً ممكن يبقى أي حاجة غير مخرج لو اتفقنا على الفيلم. فبقول له اسم الله ربنا يحميهم أولادك زي القمر، فبقول لي لا مش أولادي. فبقول بيقول لي دول أولاد شريكي، بقى أنا قاعد في المكتب عنده وقاعد في مكتبي. فقال لي بس أنا بحب الأولاد كتير. فمش عارفة عمل كليك كده في دماغي لأن أنا طول عمري بحلم يبقى عندي أولاد. فبقول له وأنا كمان بحب الأولاد كتير وده حلم إن أنا أبقى أم وكده. وابتدى الحديث من هنا وبنتكلم على شخصية البنت في فيلم الديكتاتور. ابتدينا من كلمة لجملة لنص السيناريو. لقيت ان قعدنا 7 ساعات متواصل ما حسيناش بالوقت، وكان بالنسبة لي اكتشاف دماغه بيفكر ازاي، بيحس ازاي، افكاره عن الست عاملة ازاي، احترامه للمرأة عامل ازاي. يعني كان اول حاجة كنا بنتكلم فيها ان الست تتجوز تقعد في البيت ولا تشتغل. هو ضد كليا ان الست تقعد في البيت عشان قال يعني غلط ان هي تشتغل. اللي عندها اختيار خيارها انها تقعد عادي، بس اللي هي عندها اسباب لا ما ينفعش. بيقول لي الست حياتها ما بتنتهيش لما بتدخل بيت جوزها. الست مفروض حياتها تبتدي، ده المفروض يكون هو أول داعم ليها، لأن ستها عندها إمكانات أكتر من الراجل كمان. قادرة تربي وتشتغل وتنجح وتبني وكل حاجة. فبرت أقوى موقع فني في مصر.